في السنوات الأخيرة وفي عز جائحة كورونا، تمكن العديد من الشباب من خلق مشاريع جديدة وناجحة. العينة اليوم من ولاية البويرة، أين دخلت السيدة جميلة مجال صناعة الكسكس التقليدي من مادة البلوطة، وتطمح إلى تطويرها أكثر فأكثر رغم قلة الإمكانيات. المزيد في هذا البورتري لرؤوف شودر. جميلة منصوري، مدام يوغاني، جامعية، عندي ليسونس في سيونس جيستيون. جاتني ليدي تاع المشروع هذا تاع الكسكس التقليدي، وليدي هذه جاتني في لابيريود تاع كورونا، كي كنا في الدار كلش حابس. تفكرت هذا الطعام تقليدي نستعملوه بزاف في كل مناسبة، سواء في الفرح سواء في القرح لازم يكون هذا الطعام. وليدي الأولى جاتني على البلوط وحوست عليه، سقسيت درت ليتود سور المارشي، لقيت بلي البلوط طرو دوموندي بصح ما كاش ما يخدموهش في بويره. رحنا لتيك جدا جبنا البلوط بدينا، والتسويق تاعو كاين هايل وعجبهم كاع، وطرو دوموندي كاع اللي كليو يولوا يسقسوا عليه. وليت ندير الاخرين تاع السميد تاع الشاي تاع القمح تاع الخروب. أشاك فوا كل ما نتوسع كل ما تكون لا دوموند على طعام نديرو، على نوع آخر نديرو، ندير ثاني لي بات تاع القطعة الرشدة والتقليات، يعني هادو كاع نديرهم أنا بازي على حاجة صحية، نديرهم بوكو بلوس بالشعير والقمح إن شاء الله، ومن بعد نديرهم بالبلوط والخروب. وكاين واحد أخرين ثاني كاين لي زيدي الأخرين إن شاء الله مع الوقت نديروهم. حبيت هذا المشروع لينا حنايا باش نخدمو حنايا، وثاني باش نخدم معايا ناس اخرين ماشي وحدي برك، خاصه النساء الماكيثات في البيت. انا في مناطق النساء مازالهم شويه برك ما يخرجوش بزاف، ما مشيت تلقاها قاريه وكاع، مي مازال العادات والتقاليد حنايا مزيرين. دونك خممت عليهم قلت نخدم انا ونخدم معايا نساء واحد اخرين. ولهذا كي بديت غير بكراج واحد ربع نساء ساكنين غير هنايا، ديفيسيل مون باه خارجو. ودرك الحمد لله رانا في عام ونص، عندي في لاتولي 8، لو كان كاين لي تاع اكثر نستقبل اكثر. وعندي ثاني كاين نساء اللي ما يقدروش يخرجوا من الديار، سواء لا تقاليد ولا عندهم ذراري ولا ما يقدروش يخرجوا وحابين يعاونوا رواحتهم، دونك حنايا اللي رانا ندير لهم سميد للدار. لحد الان ما نستخدم حتى ماشينه، في الصيف نشفوه ناتورالمون، غير في الشتاء ما نقدر ما يشفش يطول، دونك نستخدموا الشيشوار باش ينشفنا هذا مكان، ونستخدموا لا سودوز باش نغلقوا كي نوزنوا نغلقوا، هذا واش نخصينو كلش مانويال. بديت وحدي بليت بالافيك نوتر بروب مويان، بيان سور كان الدعم الكبير من الزوج الكريم والعائله تاني كاع دعموني. ودرك ان شاء الله راح ندير تاع الكريدي ونجيب الماتيريال. والدعم الكبير اللي حبيته انايا في لازون وين نخدم باش نوسع لاتولي تاعي باش نزيد خدامات، وثاني من ناحيه تاع لي كونطرا باش نخدم لهم يكونوا كاع ريغلون. يعني الحمد لله عجبهم كاع الفكره، كي تكون هكا في لي زيكسبوزي في المعارض يقولوا لي فكره هايله مليحه، وما تحافظوا على التقاليد تاعنا
هما كاين لي جيل مازالوا يفكر في التقاليد، وكان وعندنا ديك اللي عندهم ملي بدينا وهما يعيطونا كل ما تخلص لهم لا كونتيتي لي ديوان يجوا يدوهم، قالوا ما حبوش كاع دروك يبدلوا. وكاين صح كاين طعم هذا كاين تاع لا ماشين وكاع، بصح ماشي كيف كيف لا كاليتي، ماشي كيف كيف الجوده ثاني، وحبوا حاجه هكا تراديسيونال يعني.